السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حديث العاشرة. تتفاقم الأوضاع المعيشية سوءا في ظل تدهور مستمر للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية وتردي الخدمات في المناطق المحررة. أزمة إنسانية متفاقمة. بحسب تقارير الأمم المتحدة فإن أكثر من 18 مليون مواطن بحاجة للمساعدات والمساعدات العاجلة. هذه الأزمات الإنسانية فاقمت من معاناة اليمنيين في المناطق المحررة، بالإضافة إلى المعاناة المستمرة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية التي يفتقد فيها المواطن اليمني لأدنى ضروريات الحياة. نتحدث في هذه الحلقة عن استمرار تفاقم معاناة المواطن اليمني. وفي بداية هذه الحلقة أرحب بضيفنا في الاستوديو الصحفي وليد الجبر. مرحبا أستاذ وليد معنا في حديث العاشرة. أهلا وسهلا بك، سعيد بتواجدي معك. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ النقاش نشاهد هذا التقرير. تقديم نموذج استقرار اقتصادي في المناطق المحررة كفيل بتسهيل اكتمال التحرير، واستكمال التحرير وقطع الأيدي التي تهدد المنشآت النفطية والحيوية شرط لتحقيق استقرار اقتصادي في المناطق المحررة. ثنائية قد تبدو عقدة من الناحية الفلسفية، لكنها ليست كذلك من الناحية الواقعية، فالشرعية كانت ولا تزال قادرة على المضي في المسارين معا: مسار توفير الخدمات الأساسية في المناطق المحررة وتحقيق استقرار فيها، ومسار استكمال تحرير بقية المناطق وإنقاذ ملايين الساكنين فيها. ووفق اقتصاديين فإن المتاح الممكن إن توفرت الإرادة والإدارة وتكامل ذلك مع جهود الأشقاء ودعمهم في مسار معركة المصير التي تجمع اليمنيين بهم. بإمكان هكذا معادلة تكاملية أن تحل مشكلة تردي العملة، وهو ما سينعكس على المتطلبات الأساسية للمواطن، خصوصا إن رافق ذلك سياسة تقشف المستويات العليا تتعلق برواتب الدولار ومسؤولي الخارج الذين لا تتناسب أعدادهم ومرتباتهم مع مقتضيات المرحلة وواقع الحرب، فضلا عن الحسم فيما يتعلق بقرار البنوك وانتزاع الإيرادات المهولة من هيمنة الميليشيا الحوثية وإلقاء الشرعية والأشقاء ثقلهم خلف هكذا خطوة استراتيجية كان مفترضا تنفيذها في بدايات المعركة المصيرية مع انتقال الحكومة لمستوى الحسم مع مافيا المضاربات وتحجيم الفساد الذي يمتص دم الشعب الناجي من رصاص الميليشيات، والذهاب بفاعلية نحو استعادة تصدير النفط مهما كانت التحديات. وتلك خطوات توجب الانتقال بشكل عملي للتعامل وفق حقيقة أنه لا استقرار بدون الحسم وانتزاع الموانئ والإيرادات وسلاح تهديد المنشآت من يد الميليشيات، خصوصا وأن العالم بات اليوم أكثر إدراكا لحقيقة أن سلاح الميليشيا لا ينسف أمن اليمنيين واستقرارهم لوحدهم. وبدون استثمار هكذا معطيات في معركة مواجهة الميليشيا وتوفير الخدمات، سيبقى الشعب بين نار ميليشيا الموت ونار انهيار اقتصادي يدفعه نحو الموت، وذلك موقع وواقع يجعل التوقعات مفتوحة على كل الاحتمالات. شكرا للزملاء الذين عدوا هذا التقرير. أبدأ النقاش مع ضيفي الصحفي وليد الجبر. في البداية، إلى ما يمكن أن نعزو استمرار التدهور المعيشي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هناك الكثير من الأسباب التي أوصلت الوضع المعيشي الذي نعيشه اليوم إلى هذا المستوى من السوء. أبرزها وأهمها هو الوضع، استمرار تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، الناتج عن عدم امتلاك رؤية اقتصادية لمعالجة هذا الملف منذ بدء التدهور. أنا أتحدث عن قيمة الريال اليمني في اليمن في رقعة جغرافية واحدة، أصبح الريال ريالين، وأصبح يعني في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بمبلغ يعني يصل إلى الثلث، وهذا ناتج عن سوء إدارة للموارد الاقتصادية وعدم وجود معالجة حقيقية لأسباب
تدهور عملة الريال منذ بدء التدهور، لأنه كان الفارق بسيط جدا وتفاقم من بداية التدهور. كانت قيمة عملة الريال اليمني موحدة في جميع مناطق اليمن ربما إلى العام 2020. نعم، ومنذ بدأ التدهور كانت التدهور طفيف، يعني كانت الفارق طفيف بين القيمتين للعملة الواحدة، نتحدث عن العملة الواحدة. ولكن لعدم وجود يعني نقول برنامج واضح ومعالجات حقيقية لأسباب التدهور، ظل يستمر التدهور إلى اليوم وسيستمر إذا ظلت الحكومة يعني تتعامل مع هذا الملف وفق الآلية الذي المعمول بها من بداية التدهور إلى الآن. كان واحد من أسباب يعني تغيير حكومة معين عبد الملك كان الفشل الاقتصادي، واحد من أهم الأسباب، ولم تأتي الحكومة الجديدة بأي شيء إلى الآن. الريال اليمني تجاوز عتبة 1752 الدولار، الريال نعم للدولار الواحد، قيمة الريال اليمني 1752 للدولار الواحد، فشل غير مسبوق في 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 قيمة الريال اليمني منذ بدء التداول به. وهذا بسبب رئيسي ناتج عن سوء إدارة للموارد الاقتصادية وعدم امتلاك برنامج حقيقي للإصلاحات. وكلما طيب سوء إدارة، الحكومة تقول أنه مرد الأمر إلى شحة الموارد. شحة الموارد هي سبب لكن ليست كل الأسباب. شحة الموارد صحيح أنه الموارد النفطية توقفت، نحن في حرب، السياحة شبه منعدمة، لكن لا تعني، لا يعني هذا من جهة نظري الشخصية ليس السبب الرئيسي في التدهور، لأنه شحة الموارد أتحدث عن عندك جانب آخر في مناطق سيطرة الحوثي الذي جعل الريال مستقر. يعني نتحدث في 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 إطار، لكن الاقتصاديين يقولون نعم بأنه استقرار وهمي نعم وليس استقرار نعم حقيقي. نعم، لكن هناك الفارق أنه هناك في سياسة نقدية واضحة وتفرض سعر معين، وفي تحكم بالمنشآت الاقتصادية بغض النظر كان أسلوب تحكم صحيح وقانوني أو غير قانوني. أتحدث في سياسة نقدية واضحة، في المقابل هناك عبثية في التعامل في القطاع المصرفي. عندنا أصبحت المحلات الصرافة أكثر من البقالات. يعني النقطة الثانية، كلما تحدث ازداد الضغط الشارعي، تحدث عن ضرورة التدخل لمعالجة تدهور قيمة الريال اليمني، يعني أعطوا الشعب اليمني هذا زي المخدرات، وقفنا منشآت صرافة كذا، وكأنه وعلقوا الفشل على سين وصاد من الصرافين أو من شركات الصرافة، مش إلى هذا الحد يعني. ولا عندما تأتي كثير من منح الأشقاء لا يتم استغلال أمثل، تجد انه التراجع في سعر الصرف يستمر يومين ثم وبعدين يعوضنا حق الفتره الكامله. يعني هذا معناه انه فشل اقتصادي ذريع بكل الموارد. هذا من ناحيه. النقطه الثانيه، هناك استنزاف للعملات الصعبه، يعني استنزاف مهول مقارنه، يعني العرض اكثر من الطلب، الطلب اكثر من العرض. يعني اذا كان مثلا توقفت مواردنا، لو كان في سياسة رشيدة وفي رؤية اقتصادية واضحة، يعني لازال كبار موظفي الدولة، وأنا أتحدث عن شاغلي المناصب العليا من درجة من وكيل وزارة وما فوق، وهؤلاء جيش مهول، لازال يتقاضوا رواتبهم بالدولار، وأقل راتب يصل إلى 3500 وأعلى يصل إلى 10000 دولار. يعني عندما تصرف لهذا الحجم الكبير من موظفي شاغلي المناصب العليا بالعملة الصعبة، طبيعي أنت معناه بتحتاج مبالغ كبيرة بالدولار الأجنبي كل شهر، وهذه المبالغ ليست متوفرة في البنك المركزي، لأنه مصدرك لتزويد البنك المركزي بالدولار توقف، الذي هو
تصدير النفط يعني. طالما توقفت الموارد لماذا؟ ثم في أي دولة يتقاضى موظفيها يعني الرواتب بعملات دولة أخرى؟ يعني كان من باب أولى أنه إذا أراد الإصلاح فليبدأ من الرأس، يتقاضوا رواتب مثل الناس. صحيح نسمع عن إصلاحات اقتصادية، نسمع عن معالجات، نسمع عن تقشف، ولكن هذا يطبق على الـ على الـ على الـ على النازح وعلى العسكري وعلى على المعلم، لا يطبق على أكبر مسؤولية الدولة. يعني نتحدث نحن لا نتحدث عن معاناة فقط في الجانب المعيشي، أيضا في الجانب الخدمي. يعني في العاصمة المؤقتة عدن المواطن يشكو من يعني التقطع المستمر للكهرباء في محافظات محررة عدة أيضا. الاقتصاد هو عصب الحياة، عندما يكون هناك تدهور في الاقتصاد سيكون في تدهور في المعيشة، في الخدمات، في الأداء السياسي، في الأداء الدبلوماسي، في الأداء العسكري، ينعكس على كافة مناحي الحياة. يعتبر الاقتصاد يعني في الآية الكريمة الذي قال الله سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، بداية الطعام وثانيا الأمن، هذه مقومات أساسية بعدين تبني عليها كل الباقيات. إذا ما توفر العنصرين أساسيين لا حديث لا على مشاريع ولا على خدمات ولا على إمكانية استعادة الدولة. يعني أنا أتحدث كيف سينعكس استمرار تدهور الوضع الاقتصادي على، نبدأ مثلا في جانب التعليم، كثير من المدرسين انصرفوا للبحث عن مصدر رزق لأولادهم، ولعلك تابعت قضية البروفيسور الحميري الذي هدد يعني يعتبر لو كان في دولة تحترم نفسها يعتبر هذا ثروة وطنية أيا كان مجاله، إنسان في دكتوراه لكثير من المؤلفات، يضطر يعني كثير من دكاترة الجامعة اضطروا الآن العمل في مغاسل في يعني بسبب الوضع الاقتصادي. يعني بالتالي أنه انهيار الوضع الاقتصادي بينعكس على كل مناحي الحياة. في الإعلام مثلا، عندنا في الإعلام يعني أدواتك للصراع في المعركة الإعلامية هم الإعلاميين، لأنه عمل جماعي يتطلب عمل جماعي. ماذا كوزارة معنية بإدارة المعركة الإعلامية ما إيش عملوا؟ هل رتبوا أوضاع موظفيهم؟ أستطيع أجزم أكثر من ثلثي موظفي وزارة الإعلام في المؤسسات الرسمية بلا رواتب. الآن عبارة عن 4 منتفعين موجودين في مواقع معينة ومتصدرين المشهد الإعلامي، يقول لك كل شيء تمام كل شيء وخلاص، أصبح حصر المسألة الإعلامية الذي تتطلب توظيف كل قدراتك كمؤسسات وحشدها للمعركة الوطنية أصبحت محصورة على تويتر، غرد في تويتر ولا صرح في وكالة سبأ. يعني هنا فيه فشل على كل المستويات. لو كل وزارة مثلا اهتمت ما ينعكس على الصحة، ينعكس على التعليم، ينعكس على كل وما فيها الجانب الخدمي، الكهرباء وغيرها. نعم، إذا فيما يتعلق بالجانب الخدمي والخدمي نشرك معنا في النقاش من العاصمة المؤقتة عدن وحيد الفودعي، مرحبا بك معنا في حديث العاشرة. نتحدث كيف هي الجوانب الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن، نتحدث عن أبرز خدمة الكهرباء التي يعني تتوالى انقطاعاتها في فصل الصيف في المنطقة الحارة. بين براثن انهيار العملة الوطنية والانقطاع المتكرر للكهرباء، يئن أهالي محافظة عدن أو العاصمة المؤقتة عدن تحت وطأة معاناة لا تطاق. لقد قضى تدهور العملة المحلية على ما تبقى من قدرتهم الشرائية، وبات تأمين لقمة العيش صراعا يوميا يطحن كرامة الإنسان في المدينة، وتزداد مأساتهم سوءا مع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لساعات طويلة، مما يحول حياتهم إلى جحيم من الحر والظلام. أيضا هناك معاناة أخرى في المستشفيات التي تئن تحت وطأة نقص الأدوية والمعدات، بينما المرضى يتساقطون ضحايا للإهمال وانعدام الخدمات الأساسية. ووسط هذا المشهد المأساوي يقف المسؤول مكتوف الأيدي، عاجزين ومتغاضين عن معاناة هذا الشعب الذي يموت ببطء.
نعم، ما الذي ينشد أبناء عدن من الحكومة قبل ذلك من مجلس القيادة فيما يتعلق بالجوانب الخدمية؟ أهالي محافظة عدن طبعا يطالبوا مجلس القيادة أو يناشدوه بالتدخل السريع لإنقاذ العملة المحلية من انهيار قد يكون مريع وقد يقضي على ما تبقى من قوة شرائية، مما يزيد من معاناتهم ويطيل المعاناة أيضا. كما يطالبون بتوفير الخدمات الأساسية وفي المقام الأول طبعا الكهرباء ووضع الحلول المناسبة للفساد المتعلق بها، وأيضا إمكانية إيجاد بدائل أقل تكلفة وأفضل إنتاجية من إنتاج الكهرباء عن طريق المولدات، مثل إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية أو الرياح. شكرا جزيلا لك. نعم، شكرا جزيلا لوحيد الفودعي الصحفي، وأعود إلى ضيفي في الاستوديو الصحفي وليد الجبر. أستاذ وليد، يعني ما الأسباب التي حالت دون إصلاحات اقتصادية في 2018؟ تشكلت حكومة معين عبد الملك وأكدت أو قالت بأنها ستجعل ملف الجوانب الخدمية ذات الاهتمام، وقال هذا تخصصي اقتصاد. لم يتحقق شيء. عندما تفائل اليمنيون وعندما جاء الدكتور أحمد عوض بن مبارك على رأس الحكومة، ومع ذلك ظل الوضع يتدهور أكثر فأكثر. ما الذي يحول أو ما الذي حال دون أي إصلاحات في الجوانب الخدمية؟ عدم وجود نوايا حقيقية للإصلاحات. كل الإصلاحات هي عبارة عن إجراءات شكلية لا تحل المشكلة. يعني لما حلول ترقيعية، إنجاز التعبير، حلول تهربية، هروب للأمام. يعني أنا أتكلم عندما يكون تشخيصك للمرض هو كذا وتعالج مرض آخر، غير منطقي. يعني إلى الآن هل وقفت أسباب تدهور العملة الأساسية الذي تحدثوا عنها اقتصاديين وما تحتاج ذكاء؟ تحدثوا بأسباب واضحة. أسباب تدهور الاقتصاد التالي: استمرار سحب صرف العملات، استمرار صرف الرواتب لكبار شاغلين موظفي الدولة بالعملات الأجنبية، استمرار الاستيراد عبر موانئ الحديدة وجعل التجارة المركزية في صنعاء، لأن أنت بتستورد منه هو بيجي يسحب منك وأنت بتستورد منه وأصبح فائض عنده في الدولار. حتى لو وصلنا، لو افترضنا أنه فعلا أنه السعر وهمي في مناطق، لكن هناك فائض نتيجة ما لأنه استيرادك كله في مناطق المحررة معتمد 70% على ميناء الحديدة. هل تم تفعيل الموانئ؟ مثلا المواد الغذائية يتم اعتماده كلا، حتى لو كنا نفترض أنه التجار المركزيين مراكزهم الرئيسية في صنعاء. أفترض أقول وجد لي مركز رئيسي في عدن، هذا إذا أردت أو وجد بدائل. هل تم استيراد المواد الغذائية إلى المناطق المحررة على مباشرة؟ لا، هذا واحد من الأسباب. الأسباب الأخرى هو كما أسلفت لك التضخم الغير معقول في عدد الموظفين شاغلي المناصب السيادية، منها في السلك الدبلوماسي ومنها في الحكومة ووكلاء ومستشارين. يعني هذا العدد لا يتناسب في وضع الدولة المستقر. يعني هؤلاء يستنزفون مبالغ مهولة؟ مهولة، مهولة جدا، في ظل توقف تام للموارد التي بتزودك بالدولار الأجنبي. يعني على هذا قس. يعني أنا لا أتحدث عن الرواتب، أتحدث في نفقات، في موازنات طوارئ، في وهذا كلها بالعملات الصعبة. والعملة الصعبة أصلا متوقفة خلاص، مصادرك من الحصول على العملة الصعبة ما عاد إلا مساعدات ولا مصارفة، والمصارفة كل يوم بيزداد نقص في، ينعكس يعني على فيما يتعلق بالمساعدات. يعني أنت أشرت إليها، يعني تقرير الأوتشا، مكتب الأمم المتحدة تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا معذرة، في بيان يقول إن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024 تتطلب 2.7 مليار دولار للمساعدة المنقذة للحياة والخدمات العامة. أضاف أيضا أن هناك حاجة ل 1.3 مليار دولار إضافية للتنمية المستدامة. أكثر من 18 مليون في اليمن يواجهون معاناة متفاقمة يوميا لأكثر من 9 سنوات بسبب الحرب والتدهور الاقتصادي. يتحدث أيضا عن انعدام الخدمات العامة. يعني
توصيف الأمم المتحدة أيضا للأزمة الإنسانية باليمن بأنها أسوأ أزمة إنسانية في اليمن، يعني فقط مجرد توصيف للحالة. أيضا الأمم المتحدة هي معنية أيضا بإيجاد معالجات، أليس كذلك؟ صحيح، أنا أعتبر أنه بالنسبة للأمم المتحدة تنظر اليمن ليست يعني من منظور المعلن هي أزمة إنسانية، لكن من المنظور الغير معلن هي أكبر فرصة يمكن الاستثمار فيها، يعني هم يستثمرون معاناة اليمنيين، يعني تجمع مبالغ مهولة، صحيح أنها لا تناسب حجم الاحتياج القائم، لكن عندما تأتي تنظر في المبالغ المصروفة، طبيعة صرف هذه المبالغ الذي جمعت، بغض النظر صحيح أنه في مؤتمرات المانحين لا يغطوا كل المبلغ الذي يطلبوه، لكن حتى المبلغ الذي استطاعوا أن يطلبوا أكثر من 40% بتصرف نثريات لفرقهم العاملة والمستشاريهم، يعني من القليل، هناك القليل ما يصل إلى اليمنيين. يعني وأنا أرجع وأعود أقول أن السبب هو الحكومة، إن مارس لأنه دور المنظمات هو مساند، وإن كان هناك فساد في الحكومة في المنظمات فهو عايد على فساد الحكومة. لو امتلكنا حكومة تمتلك قرار رشيد ولا استطاعت تضبط آلية عمل المنظمات، مثل ما فعل أبو ملحوثي، ما يدخل منطقة إلا 50-50 يعني بشكل واضح، والمجتمع الدولي في الأخير عندما تطالب مطالب حقيقية لا يستطيع أن يرفض، عندما تطالب بالشفافية في توضيح صرف أين تم صرف مبالغ الذي جمعها، عندما تشرف عليه، عندما أيضا لو كان للحكومة نوايا حقيقية للإصلاح لألزموا المنظمات، لأن لديها مبالغ مهولة لألزموها بتوريد المبالغ التي تحصل عليها إلى البنك المركزي وشكل هذا استقرار. نعم، يعني أنت الآن قبل قليل تحدث عن فشل حكومي استغلال من قبل المنظمات التابعة للأمم المتحدة، منظمات إنسانية أخرى للأزمة الإنسانية في اليمن. نتحدث أيضا عن المانحين، يعني تقارير تتحدث أنه لا يصل سوى أقل من الثلث مما تعهد به المانحون لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن. واحدة من الأسباب أنه حتى المانحين ومعظمهم من دول الخليج يعني، وفقدوا الثقة ما عندهم تقارير عن كيف تصرف المبالغ هذه، فقدوا الثقة، وبالتالي معظم المنظمات أصبحت تصرف مساعدتها بشكل مباشر. يعني كانت أكثر من يعني عدد كبير من برامج الأمم المتحدة مولاه من السعودية، أصبح الآن السعودية تنفذ برامجها بشكل مباشر عبر مركز الملك سلمان أو عبر البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن. يعني هذا نتيجة عدم ثقة في المنظومة الدولية، وأنا لا أقول أن نحملها المسؤولية الكبيرة، تتحمل الحكومة حتى لو ظهر اختلال في عمل المنظمات، تتحمل الحكومة المعين الأول هي الحكومة باعتبارها المسؤولة عن اليمنيين، مسؤولة عن الحكومة، وتضبط حتى إيقاع عمل المنظمات، لو كان في خلل تستطيع أن توقف أنت المعني. وأنا لا أرجع أي سبب إلا أداء الحكومة وفساد الحكومة وفشل الحكومة، ثلاثة محاور، هناك تقصير وهناك فساد وهناك فشل، يعني قد تكون فاشل لكن نزيه، يعني قد تكون مقصر لكن سعيت أنك تصلح، لكن نعم هذا ثلاثي. سأعود إليك أستاذ وليد، إذا نذهب مشاهدينا الكرام إلى فاصل قصير ومن ثم نكمل نقاشنا في هذه الحلقة حول استمرار معاناة اليمنيين في ظل التدهور المعيشي والخدمي. فاصل ونعود. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ما زلنا معكم في حديث العاشرة، نناقش في هذه الحلقة استمرار التدهور المعيشي والخدمي. أناقش هذا الموضوع أو أرحب من جديد بضيفنا الصحفي وليد الجبر. أستاذ وليد، يعني أشرنا إلى أن الحكومة تتعذر بشحة الموارد أو الإمكانيات، ألا يفترض بأن تعمل الحكومة على خلق موارد لمواجهة هذه المعاناة التي يعانيها اليمنيون؟ يعني نفترض أنه هذا المبرر صحيح وهو جزء منه صحيح، لكن هل منتظرين لجبريل يصلح الموارد؟ أنت مهمتك معالجة الموارد، شحة الموارد، مهمتك تدير الرؤية، تدير المنظومة الاقتصادية بالموارد المتاحة،
يعني اذا 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 قد في موارد الامور بتسير نفسها، ما عاد تحتاج لحكومه. مهمتك الرئيسيه هو اداره البلاد بالموارد المتاحه وايجاد فرص وايجاد بدائل تتناسب مع طبيعه الوضع، والا ما ما ما, ما, ما هي مسؤوليتك؟ ومسؤوليتك الاساسيه الذي اذا لم تقم بها فلا معنى لوجودك، صرف مرتبات الناس، توفير الخدمات الاساسيه لهم، القيام بدوله كدوله يعني شحة الموارد لا يعفي الدولة أطلاقا من القيام مسؤولياتها إلى اليوم. والمرتبات يعني في غزة تصرف، يعني الموارد يعني بالنسبة للجانب الخدمي قد فوق اليد، يعني قد تدمير ممنهج للخدمات، يعني لو في محطة في استهداف لها، يعني هناك توجه لقطع لجعل غزة غير قابل للحياة، لكن مع ذلك لم تتخلى وهم في حالة حرب حقيقية، حالة حرب أمام أعتى جيوش العالم. لم تتوقف أجهزة الدولة الموجودة عن القيام بخدماتها، بيعملوا بكل طاقاتهم. أنت تشوف إصرارهم على تقديم خدمات الجانب الصحي ما تعفيش الحكومة. الحكومة مقارنة بوضع غزة في حالة ترف، ليسوا في حالة حرب. وهذا من جانب. الجانب الآخر عندك نموذج سنغافورة، نموذج يفهم كل حكومة تتبرر بالموارد. سنغافورة الآن من أقوى اقتصاديات العالم، وهي دولة شحيحة الموارد الطبيعية، لم يكن لهم لديهم إلا المطاط الطبيعي، يعني ما فيش موارد. درجة أنه بعد يعني هم انضموا إلى ماليزيا في عام 1962، وبعدين حست ماليزيا أن أصبحت عبء عليها وخرجتها من الاتحاد من ضمن الدولة الماليزية في 75، كان حتى في 65، يعني ما دام 3 سنوات، كانت حتى الماء الذي يشربه السنغافوريين يأتيهم من 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 ماليزيا الماء. وبعدما خرجت من الدولة الماليزية اضطروا لشرب مياه المجاري التي كانت تطفح بها الطرقات، سميت مستعمرة المستنقعات لوجود، يعني كان وضع كارثي لا يقارن بوضعنا، لا يقارن. عندما وجد الإرادة الحقيقية وامتلكت قائد حقيقي انتشلها، والآن تتفوق على أمريكا في الاقتصاد. و لا 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 اقيس الميزانيه، ولكن اقيس معدل الدخل الفرد من الدخل القومي. اعلى معدل دخل الفرد على مستوى العالم هو في سنغافوره، يصل الى 75,000 دولار للفرد الواحد. البلد الذي فيه مليونير واحد من اصل 5 من السكان، كل 5 فيهم واحد مليونير. وهذا يجعل أي من يتبرر بالموارد يفهم هذا النموذج. صحيح أنا لا أنكر أنه توقفت السياحة، تضررت. طب هل من تأثيرات أيضا يعني فيما يحصل في البحر الأحمر على الأمن الغذائي، بالتالي يعني من الطبيعي أن تكون هنالك أو أن يكون هنالك تدهور معيشي، غلاء في الأسعار، تدهور للعملة؟ نحن في حالة حرب، وبالتالي الحرب هي انعكاساتها بتأثر على كل شيء. لكن مهمتك كحكومة أن تدير أن تتعامل مع هذه التحديات، أن تتعامل وأن تجد الحلول لهذه التحديات. يعني إذا كانت الأمور بتسلك من نفسها ما فائدة وجودك. نعم، إذا من يتحمل المسؤولية؟ بدرجة رئيسية الحكومة وأدائها بدرجة رئيسية. مراقبون يقول أنه ثمت من يسعى لأن يكون الوضع في المناطق المحررة كالوضع في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية لا خدمات لا رواتب، يفقد الناس كل الكهرباء التجارية، الرواتب منقطعة، يعني يفقد الحوثي مجرد يعني نهاب ينهب أموال. نعم نعم، الناس في دخله ما بش يعني ما بيقدم شيء، هو يسحب ما يقدم شيء. أنا أكلمك وهذا تأكيد أنه فشل الحكومة. يعني إذا كان في بعض بيعطل، ما دورك إذا لم توقفه؟ يعني مثلا في العملة، في جانب العملة، واحدة من الأسباب وخصوصا في الأسبوع الماضي حصل تدهور غير عادي غير منطقي جدا، وهي نتيجة مضاربة
قلة متحكمة قطاعية تتحكم بالقطاع المصرفي ترفع لنا سعره وتنزله على كيفها، تسحبه وترفعه في دقيقة، وهذا نتيجة فشل الحكومة. أين دور الحكومة الرقابي؟ أين دور الحكومة؟ يعني حتى لو كان هناك أسباب أخرى هي الحكومة تتحمل السبب، لأن هي المعنية بحماية الاقتصاد، بمنع المتلاعبين، هي المعنية بإيجاد كل الحلول لكافة المشكلات أيا كان أسبابها وأيا كان الطرف فيها. بالتالي هذه مسؤولياتك، إذا لم تقم بهذه المسؤوليات فلتستقيل. يعني حكومة لا تستطيع أن تصرف مرتبات موظفيها من الأساسية والبديهات لا مبرر لوجودها ولا معنى لوجودها، وهذا حاصل. أنا أتحدث عن الرواتب في حال انتظامها لا تمثل 10% من إجمالي الموظفين، الرواتب في حال انتظامها ومع ذلك ماشي منتظمة، لكن في حال انتظامها لا تمثل 10% من إجمالي الموظفين. يعني وهذا تملص غير منطقي وغير أخلاقي، لا يعني من جانب الحكومة، حتى فيما يتعلق بمعالجات المتعلقة برواتب موظفي الدولة. يعني البعض تعاطى ذات الراتب بنفس المبلغ. نعم نعم نعم، وهذا منذ عام 2014. نعم مع تدهور 8 أضعاف العملة. نعم، الراتب في 2014 50 والدولار 215، يعني قرابة 250 دولار. أيوة، كان يجي إلى حدود 300-200، الآن الراتب 50 والدولار ب 1752، يعني 30 دولار أقل من 20 دولار. يعني ما فيش تناسب، حتى مثلا في الدول الأخرى لما تضاف جرعة سعرية هناك في توازن في رفع الأجور والمرتبات. هذه الالتزامات وهذه الأدبيات غير موجودة في عمل الحكومة. جالس تتعامل مع، يعني أول شيء من المعيب ترك موظفي ومصير موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري يواجهون مصيرهم منذ 2016، لأنه مثلا تحدثوا عن رواتب بتصرف، فهي تصرف لقلة قليلة موجودة في المناطق المحررة، لا يشكلوا لا يتجاوزون 20% من إجمالي موظفي الدولة وفق الكشوفات الرسمية المعتادة. لأنه مسؤوليتك كحكومة شرعية، كحكومة مسؤولة على كل اليمني، مسؤوليتك صرف المرتبات من صعدة إلى المهرة، وليست منه أو هذه مسؤوليتك. بغض النظر تتحدث أنه في موارد في مناطق الحوثي لا أستطيع تحصيلها، فشلك هذا. أنا كمواطن هل منتظر مني أخذ من الحوثي واجي حاسبك؟ فشلك. لا، ليس معني المواطن بدفع فاتورة فشلك. التزامات الدولة الأساسية هذه تأمين مرتبات الموظفين، وأيضا لأنه هناك شريحة كبيرة من اليمنيين ليسوا موظفين، توفير الجانب الخدمي والالقيام بالالتزامات الأخرى من ناحية يعني الاستقرار السعري وغيره، لأنه ليس كل الموظفين يدل. ومع ذلك حتى افترضنا قلنا لو اهتمت بجانب الموظفين وهذا غير موجود، لا يمثل أقل من 20% الذي يستلمه. قد يتبرر أنه في مناطق لا نستطيع صرف المرتبات في مناطق سيطرة الحوثي بسبب عرقلة الحوثي. أنا أعرف بالمئات بل بالآلاف موجودين في مناطق محررة لا يستلم مرتباتهم، نازحين، يقول لك محسوب على محافظة غير محررة. يعني ما هو المبرر هنا؟ يعني نزوحي هو، لأني لا يعني يقول لك أنا لا يعني يبرر، مع أنه هذا المبرر لا يبدو منطقي ولا نعم. إذا نعم، اسمح لي سأعود إليك أستاذ وليد. نشرك معنا في النقاش المحلل الاقتصادي فارس النجار، كيف نقيم برأيك أداء مجلس القيادة والحكومة في التعاطي مع الملفات الخدمية؟ مساء الخير. أولا يقدر الإشارة أن منذ تولي مجلس القيادة إدارة شؤون البلاد وهو يواجه تحديات جمة، حيث أن ليس كان من خطة مجلس القيادة منذ تأسيسه
إلا التركيز بشكل رئيسي على المعركة الاقتصادية إلى جانب المعركة السياسية العسكرية. وكانت هناك بوادر طيبة، خاصة بأننا يعني جهود كبيرة بذلت خلال السنوات التي سبقتها لإقناع الشركات بعودة العمل في القطاعات النفطية، وبالتالي عودة أهم مورد لموازنة الدولة وهو صادرات النفط. وكنا قد بدأنا يصل التصدير إلى 80,000 برميل، وكان يعود ذلك على الدولة بأكثر من 1.5 مليار دولار. إلا أن طبعا التحديات الأخيرة شكلت عائقا كبيرا أمام مجلس القيادة وأمام الحكومة، وهو استهداف موانئ التصدير، حرمان موازنة الدولة من أكبر مورد اقتصادي، انخفاض الإيرادات الضريبية والجمركية التي انخفضت 17% مقارنة بالعام 23 مقارنة بالعام 22. كل هذه التحديات شكلت مشكلة كبيرة في المالية العامة للدولة، عجز 50% في موازنة الدولة، حرب اقتصادية شرسة، تدخل الأشقاء في المملكة العربية السعودية من خلال المنحة، ولكن ما زالت الأوضاع الخدمية والمعيشية بحاجة إلى جهود أكبر. أعتقد بأننا يعني كانت الحكومة ومجلس القيادة حليمة بما يكفي خلال الفترة الماضية من أجل إحلال السلام في اليمن، وتحملت كثيرا من أجل هذا الهدف، من أجل أن يرسي السلام العادل في اليمن، وجعل الخطة والتدخلات الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للوصول إلى حل. لكن أعتقد بأن الوضع الآن زاد صعوبة، خاصة بعد قرارات البنك المركزي بنقل البنوك التجارية مراكزها الرئيسية لإعادة تشكيل الشبكة الموحدة. يبدو بأن هناك قوى مضاربة أيضا، وقوى صنعاء تقود حرب شرسة أيضا اليوم على مستوى صرف العملة الوطنية، وهو ما يحدث الآن مؤخرا من تراجع شديد ناتج بشكل كبير عن المضاربة، وليس ناتج عن وجود مشاكل حقيقية وعوامل اقتصادية حقيقية طرأت الآن. نعم، برأيك ما الخطوات المفترض اتخاذها من مجلس القيادة والحكومة لإيجاد معالجات حقيقية لمواجهة التدهور المستمر في الجانب المعيشي والخدمي؟ وطبعا السؤال الثاني هو مرتبط بشكل رئيسي بالسؤال الأول، وهو أن وضع اليمن الاقتصادي نتيجة توقف صادرات النفط وانخفاض الإيرادات الضريبية والجمركية ليس وليد اللحظة، فهو موجود منذ وقت، وبالتالي لا يوجد عوامل اقتصادية حديثة طرأت اليوم تجعل سعر الصرف ينهار بهذا الشكل. وأكبر دليل على ذلك بأن المزادات الأخيرة التي أقامها البنك المركزي، وآخرها المزاد الأخير، قد قام البنك المركزي بعرض 30 مليون دولار، إلا أن إجمالي العطاءات المقدمة كانت 17 مليون دولار فقط. وهذا يعني بما ليس فيه مجالا للشك بأن ليس هناك طلب حقيقي على الدولار حتى نتحدث عن ندرته، أو أن ليس هناك ما يغطي فاتورة الاستيراد. وبالتالي فإن نؤكد بأن ما يحصل هي عبارة عن حرب مفتعلة تقودها كبار قوى النفوذ المضاربة، بدعم من مراكز النفوذ في صنعاء، وبدعم من بعض قوى النفوذ الاقتصادية، من أجل ثني البنك المركزي عن قراراته، سواء المتعلقة بضرورة العمل في الشبكة الموحدة أو نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية في عدن. ما يحصل هو مضاربة واضحة وعلنية تهدف إلى إضعاف، أو يعني هي تعلم هذه القوى بأن قضية سعر صرف العملة الوطنية هي القضية التي من خلالها تستطيع أن تلوي ذراع الدولة تجاه أي قرارات تتخذها، وهي تريد أن تقول قوى المضاربة بأنها هي المتحكمة، وتريد بأن تلقي اللوم وتجعل حالة من الهيجان على البنك المركزي وعلى الحكومة وعلى الموقف الحكومة. أعتقد ولكن هذا لا يعفي الحكومة اليوم ومجلس القيادة الرئاسي من ضرورة اتخاذ كافة الخطط وكافة السبل لإنهاء هذا الوضع المتردي. اليوم لم يعد من الممكن أن تحاربنا جماعة الحوثي في مواردنا ونقف ساكتين. يجب أن يتم عودة صادرات النفط، يجب أن يتم إعادة تشغيل مصافي عدن
يعني تكرير النفط المحلي وتغطية السوق المحلية. يجب اليوم البحث عن أفكار أخرى، حتى ولو بيع النفط في باطن الأرض أو ما تسمى بالعقود الآجلة. يجب أن يتم التلويح بوقف ميناء الحديدة إذا اضطر الأمر، طالما أن جماعة الحوثي رفضت كل مسارات السلام. يجب اليوم بأن يتم ضبط تحصيل الإيرادات الحكومية وإغلاق كافة الحسابات خارج الأطر الرسمية، وإجبار كافة السلطات المحلية في المحافظات بضرورة التوريد إلى حسابات الخاصة بالبنك المركزي واتخاذ الإجراءات الرادعة. اليوم يجب أن يكون هناك جهد استخباراتي وأمني يساند جهود البنك المركزي في محاربة قوى المضاربة وقوى غسيل الأموال التي تستهدف العملة الوطنية، دون أن يكون هناك تحركات جادة على مستوى الداخلي وعلى مستوى التعامل مع الحرب الاقتصادية التي تشنها ميليشية الحوثي. سيظل الوضع ينهار، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه. اليوم يعاني المواطن اليوم ارتفاع أسعار نتيجة تدهور قيمة العملة الوطنية ونتيجة الحرب الاقتصادية التي يشنها ميليشية الحوثي ونتيجة ما يقوم به في البحر الأحمر، وبالتالي لا يمكن السكوت، ويجب اتخاذ من قرارات رادعة سواء باتجاه التعامل مع ميليشية الحوثي أو باتجاه الداخل. نعم، شكرا جزيلا للمحلل الاقتصادي فارس النجار. وأعود إلى ضيفنا في الاستوديو الصحفي وليد الجبر. ما طبيعة التدخلات أو البرامج الحكومية التي ينبغي أن تكون ذات أولويات لمعالجة الأزمة المعيشية المتفاقمة؟ وقف تدهور العملة الأجنبية وإعادتها، بس لا يكتفي الدور على وقف تدهور قيمة العملة، إعادتها إلى مستواها الحقيقي، هذه أولى الأولويات. تأمين رواتب كافة موظفي الدولة، لأنه هو سبب، يعني هو سبب الحياة بالنسبة لكثير من اليمنيين. الالتزام أو توفير الجانب الخدمي الذي بينعكس على الجانب الاقتصادي والمعيشي، من توفير الكهرباء، من توفير، هذه أساسيات يعني من أولى أولويات الحكومة، يعني الذي يجب على الحكومة أن تقوم به، ولا الواقع يقول لهم خارج هذا الأولويات. يعني في ظل الموارد الموجودة الحالية، حتى في ظل الموارد الحالية يمكن تحقيق نجاحات. نعم، نعم يا أخي العزيز، في الجانب الكهرباء، في الجانب الكهرباء نكون واضحين، احنا نتحدث عن معاناة الناس، واحنا جزء من هذا المجتمع. يعني لا ما لم نأتي من يعني المدينة الفاضلة، نحن نشوف معاناة الناس. جانب الكهرباء، انت فشلت ما قدرت توفرها، يا اخي اديني مستثمر اجنبي يوفر قيمته وافرض عليه مثل ما عملت ماليزيا لما مرت في أزمة اقتصادية، فتحت باب الاستثمار للأجانب، أنشئت جسور وطرقات، وكان في طريق مجاني مثل حقنا ملان حفر، وفي طريق مدفوع مولت الشركات ومولت مؤسسات دولية ودول استثمرت فيه وفق المعايير الدولية. كان المواطن لأن عنده رؤية وطنية كان يمشي من الخط المدفوع ويساهم، لأنه وفق العقد مع المستثمر سقف يعني مالي معين وسقف زمني معين، واصبح ملك للدوله. يعني في اذا ما في شيء في 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 بديل، هذه مسؤوليه الحكومه. في الجانب ما في مورد، نخلق مورد، نخلق مورد، هذه مسؤوليتها. عندنا الكهرباء، في يعني في في ثقب اسود بالنسبه للكهرباء عدن، الذي يعني 700 مليون دولار سنويا، مبالغ قيمه المحروقات حق المحطات، يعني مبالغ. انا قلت يمكن لو انشئت محطات جديده بدل الطاقه المشتره، انا عفوا اتحدث عن الطاقه المشتره، يشتري احيانا طاقه بمبالغ يستطيع بها شراء محطات للتوليد، ما عاد تشتريش. يعني حتى لو نقول له فارق بسيط، أصبحت معك محطات بنية تحتية. أيضا في موارد، في بدائل، شعمل محطات عملاقة للطاقة بالرياح، أعمل محطات الطاقة النظيفة، معنا صحاري ومعنا قيعان مسطحة للإنتاج بالطاقة الشمسية، مدن بتضاء بالطاقة الشمسية، مدن عملاقة. عندنا في منطقة، لست متأكد بهذا الماء، لكن في منطقة في البحر، في باب المندب، بين يعني في تيار مائي ممكن إنتاج طاقة كهرومائية يعني يفوق سد النهضة قوته،
يغطي احتياج اليمن بالكهرباء كله. أين الرؤية؟ أين في معالجة معنا؟ معنا في موارد، معنا في بدائل. أزمتنا أزمة قيادة في الاقتصاد وفي الجانب وفي الريال، أزمة قيادة. البعض ينبغي يتحدث، مراقبون واقتصاديين يقولون ينبغي على الحكومة أن تتحول من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة، وأن يكون ذلك تحول تدريجيا. هو صحيح أنه الحرب يمثل فرصة للكثير، ناس يستثمروا وناس يعلقوا عليها أسباب فشلهم وناس، لكن صحيح في قطاعات يعني لا يخفي الموارد، يعني الحرب موجود لكن الموارد والبشر والأرض موجودين، ما اختفت. صحيح أنه في تأثر لكن ليس على كل مواردك. يعني أنا مثلا أقول تأثرت السياحة، توقفت، تأثر جانب من التصدير، وهذا مؤشر على فشلك أنك توقف التصدير. ما أشيع ما شو أمام الشعب مؤشر أنه كافي، خلاص أنا اقتنعت، خلاص فعلا أنتوا طيور جنة، فعلا قدوا فوقيتكم، لم تستطع أن تصدر، النفط فاشل. يعني إذا ما استطعت تصدر مواردك فاشل، إذا ما استطعت تستغل موانئك فاشل. ظرف الحرب لا يعفي الحكومة من القيام بمسؤوليتها واستغلال الموارد، ومع ذلك حتى في حال الحروب عندما تتشكل الحكومات، يعني من ضمن ما يسمى حكومة حرب مصغرة، يعني وزير معني بالجوانب الخدمية والجوانب المعيشية. نعم تمام. يعني مثلا لو بدأنا ببرنامج الإصلاح الإداري والتقشف الذي طبق كما أسلفت على الموظف العادي، لأنه فعلا بعد ما أعلنت الحكومة عن بدء برنامج إصلاح اقتصادي، لا مسأل عسكري ولا مسأل معلم، تأخر الذي كان يجي راتبه كل 3 شهور أصبح ما عاد يجي إلا في السنة مرة ولا مرتين، في تقشف لكن على المستوى الأدنى. لا 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 يطبق هذه المعايير على كبار شاغلي المناصب العليا، مدير عام فيما فوق. لا لا، حتى المدير العام هو ضمن، خلاص انتهت طبقة اسمها متوسط، انتهت. في طبقة قلة منتفعة موجودة فوق طبقة عليا، وفي سواد أعظم الذي هو الطبقة الفقيرة والأشد فقرا. ما حتى الطبقة المتوسطة، وهذا مؤشر في على فكرة مؤشر لوجود العدالة في أي دولة، عندما تجد أنه الطبقة المتوسطة غير موجودة معناه في اختلال، في اختلال في نعم. المواطن كيف له أن يواجه هذه المعاناة؟ يعني في العاصمة المؤقتة عاد أن هناك اتحادات على سبيل المثال المخابز أنهم يهددون بأنهم سيتوقفون، سيدعون الإضراب الشامل نتيجة هذا التدهور المريع، لأنه يعني بلغ الحد مرحلة لا تطاق فعلا. أنا بلغ السيل الزبا كما يقال. نعم. الآن كل الجهود الموجودة الآن هي جهود مواطنين. الحكومة متخلي عن قيام بدورها من وقت مبكر. يعني مثلا نقول أنه محاولة توفير الجانب الجزء اليسير من الخدمات، محاولة اعتماد أقل سعر بالنسبة للمواد الغذائية، هو كله جهود مواطنين، جهود خيرين. أما الحكومة لا دور لها فيها، يعني في المعالجات المحدودة البسيطة الذي يقوم بها عوام الناس، هذه ليست مسؤوليتهم انطلاق من شعورهم بالمسؤولية. هناك تجار يعني خسر مبالغ كبيرة من أجل تقديم تسهيلات. يعني هناك تجار اكتفوا بالقليل من أجل يعني من أجل أن يوفروا، وهناك تجار رفعوا 180 درجة أشكرك. منتفعين يعني. نعم. إذن أشكرك جزيل الشكر في نهاية هذه الحلقة، الصحفي وليد الجبر. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من حديث العاشرة، نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.